احييكم مع ماستر باربيكيو ملك اللحوم الشيخ محمود، كله على الطريقه الامريكيه. انا اول مره افوت مطعم الكتروني جفوف، تقول داخل غرفه مال عمليات او هاي الصدريه، تقول راح اسمع بالاكل. وانا اول مره اكل هذا الاكل بين عبد الله عيوني. هسه هاي مبينه شنو؟ همبرجر عادي. بس ماكو همبرجر بيها الطوابق. باو بس عرفت ايش كان شوف على من نسمح بالاكل. طيب شفت؟ دقيقة ابو علي، جيب البرجر، جيبها. عرفها؟ هاي هاي يلا اسمح يلا. طيب عيوني هاي شنو كعك؟ هاي اقول لك شنو؟ شوف هاي مو كعك، كنافة؟ هاي باعت جبن. الله 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 الله، رجع على الموقع الجغرافي. يلا ابو علي حميد الزوق هاك على طق مني ابو جبن يتمدد. حمودي ديالنا مرتاحه، من نكمل تشوفوا في اللبن عم نبع اللحم خير من الله. لحم مال بقره ضايق يجي برجر قبل مع الله عاشي. ما شايفيها اصلا. هسه شنو نجي؟ عندنا هذا الربس المدخن، البقر المدخن. اسحب العظميه ترى. تحيك، انا شايف فيلم امريكي ايه؟ على التيك توك وعلى اليوتيوب ايه؟ وعلى الانستا ايه؟ واحد يسوي هيك ومصر. يلا خليني اعيش اللحظه. يلا احلى رماش مع اللحم المدخن. عظم عليك وعظم عليك. مستر باربيكيو لاحظوا اللمسات، صوروا المصورين. لك عظم. لك لك عظم لك وعظم لي انسلب. خلنا نعيش اللحظه هاي مال تفريقيا مثل ما سوى الامريكي. باوع افتحها هيك باوع باوع حلقوم كلت العظم. خلنا نبقى باوع 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 الحلق. حميد فلس فلس وين فلس؟ نعمة الله بسم الله. عسل لو كرز ابو عسل عسل. باوع الادواق. هاي 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 نعمة الله. لحم مال هاشه بقره مدللة مو طقاطية بالعسل. الله خبر هاي مستعب. من جابتني امي لليوم ما ماكل لحم وعسل اول مرة. شنو رايك؟ ذوق والله ذوق. الف عافية. بعد اللحم يثبت انه مستوي انسلت سلت وهاي العظام. ضبط هاي الكبس. غمز لي بالكبس. حبهم غشيب حلوه. هاي بها حموضه حموضه ادواق. هي هذا شنو؟ هذا دجاجه مدخنه بس مدخنه 9 ساعات. شوف دجاجه. لا ابو علي معلوم 9 ساعات. شوف فلس يابا فلس. ذوق طعمها فلس دايقه مختلف عن الموجود هنا بالسوق وبالمطاعم. تحليله رجعوا لها على الطريقه الامريكيه. هذا طعم حبهم حلقوم كله ما يبغى. شوف كله مكتوب. حتى العظم يوقع كله يزعلك. نجي نشتري درب هذا. شنو هذا؟ احنا لازم نسوي سندويتش. سوي دقيقة. انا شوف سوي لي هاي اللقطة. شوف هاي خبز البطاطا لأول مرة بالعراق. خبز يعني مال بوتيتا. شوف خلي شنو فوقها دهانة. خلي فوقها بصل بالعسل. اذكرني بالفلفل الحار. شويه جبنه الشدر. الله الله. شويه فلفل حار. عفله. شوف شوف هاي اللقطه. باع السندويتش. احلى رماش. احلى رماش. مع اللحم المدخن البقري المدلل. عبالك وعبالك. مو بيها فلفل حار. الحب. الف عافيه. النعم وما بسرعه. ارتاح واستطعم واحلى رماش. تحيه للشيف محمود. وصلنا وصلنا. كم مني ذني نوعين شنو؟ ذني اجنحه بفالو. تمام اجنحه بفالو. يس هنا اجنحه باربيكيو. ابو علي هاي ما تتفصل. طب بابا وين حلق الجر العمايه بس؟
بس قل حلقه واسحب عظمايه من جوا. تقميره جديده وحامضه، تقميره حلوه. اللي عطيبه الاكل يموت. احلى الاكلات طبعا مو شرقيه، الغربيه الامريكيه، لوس انجلوس، واشنطن، تكساس، كاليفورنيا، من مطعم قوله مستر باربيكيو. مستر باربيكيو واحلى رماش. عندنا عسل، عندنا صلصه، عندنا كرز، عندنا جبن موناليزا شدر. كل شيء امريكا موجود. ما متعود على الشطه لا يتورط، بس انا مارس باوع لهم. واحلى رماش من مطعم ماستر باربيكيو. وعلامه الاوكي واللايك الكابتن محمود الشيف. اطلع ابو علي، اسعفوا التصوير.